أعزنا المشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم من هنا من مدينة الظهران، تحديدا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المؤتمر السعودي الدولي للتقنية المتناهية الصغر لعام 2016. سنكون معكم بإذن الله في تغطية شاملة لهذا المؤتمر، فكونوا معنا. الإعلام له تواجد وحضور في هذا المؤتمر الكبير الضخم. يسعدني أن يكون معي الآن الأستاذ محمد الغامدي من صحيفة الرياض. السلام عليكم وأسعد الله صباحك. عليك السلام وصباحك وكل خير، وصباح المشاهدين الكرام. حقيقة أنا سعيد بتواجدي في هذا المؤتمر السعودي الدولي الرابع، الذي يشكل أهمية كبيرة جدا للمنطقة الشرقية خاصة وللمملكة والوطن العربي عامة، خصوصا أن هذا المؤتمر حظي ويحظى برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الأمر الذي سوف يعطيه الزخم الكبير من المحتوى ومن المخرجات. جميعنا يتطلع أن يكون هناك توصيات تخرج من هذا المؤتمر تحدث نقلة نوعية، سواء على المستوى الأكاديمي الجامعي أو على المستوى الشركات وتغيير النمط التقني. يعطيك العافية والله محمد، أنت ما أعطيني فرصة حقيقة أني أسألك، ما شاء الله عليك جاوبت قبل ما أسأل. المشكلة المهنة هي تفرض نفسها. الله يحفظك. شكرا محمد، شكرا لك. إذا كان معنا الأستاذ محمد الغامدي من إعلامي المنطقة الشرقية، نلقاكم في لقاء آخر. نتواجد الآن داخل القاعة الرئيسية للمؤتمر، ويسرنا ويسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الدكتور عبد الله الخضيري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. دكتور عبد الله، أسعد الله صباحك. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. الله يحييك دكتور عبد الله. هذا المؤتمر الضخم والذي عقد في المنطقة الشرقية، بودنا لو تعطينا فكرة موجزة عنه في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، هذا مؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. هذا المؤتمر يعتبر تجمع علمي ضخم يضم أكبر أو أبرز العلماء التقنية النانو الحاصلين على جائزة نوبل، على سبيل المثال البروفيسور فريزر ستودارت والبروفيسور سوجي ناكامورا، كذلك الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 2015 البروفيسور ميتشيل غريتسل والبروفيسور عمر ياقي، وقامات علمية عظيمة حقيقة شرفنا باستضافتهم في هذا المؤتمر. جميل. دكتور عبد الله، لو تحدثنا يعني عن الهدف الرئيسي من إقامة هذا المؤتمر في المنطقة الشرقية. الحقيقة هو هذا المؤتمر هو تعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. الفكرة حقيقة من المؤتمر هو تبادل الأفكار العلمية، تبادل النتائج العلمية الحديثة، أيضا الاحتكاك بالقامات العلمية الكبيرة، كذلك من أبرز أهداف هذا المؤتمر. جميل. ترأسون سعد دكتور الجلسة العامة في هذا المؤتمر وتحدثنا عنها. الجلسة الأولى إن شاء الله حتكون تحت إدارة الدكتور منير الدسوقي اللي هو مشرف علم المواد في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. الجلسة الأولى تعتبر من أهم الجلسات، حيث يكون ضيوفنا فيها الحائزين على جائزة نوبل والحائزين على جائزة الملك فيصل.
جميل جدا دكتور، يعني التوصيات التي ستخرج من هذا المؤتمر تصب في طبعا المصلحة العامة للوطن بما يخص تقنية، هذه التقنية تقنية النانو، كيف يمكن الاستفادة منها في المجال الصحي وفي المجالات الأخرى؟ أو في الحقيقة المؤتمر يعرض أحدث ما تطورت إليه تقنية النانو سواء في المجال الصحي أو في المجال الصناعي أو حتى في المجال الزراعي أو الغذاء. النتائج المرجوة كبيرة حقيقة جدا، تبادل الأفكار، تبادل النتائج والأبحاث، أيضا من الممكن استثمار هذا التجمع العلمي في إنشاء شراكات عالمية جديدة. يعطيكم العافية وعلى القوة. الله يعطيك العافية، شكرا لك. أهلا وسهلا. إذا كان معنا الدكتور عبد الله الخضيري رئيس اللجنة العلمية، نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر. يسرنا أن يكون معنا الآن الدكتور سهل عبد الجواد وهو رئيس اللجنة التنظيمية لهذا المؤتمر. دكتور سهل، سعد الله صباحك. حياكم الله، يا هلا يا مرحبا. الله يحييك. ما هي استعدادات اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر؟ والله الحمد لله احنا منذ فترة طويلة يعني اللجنة المنظمة واللجنة العلمية المؤتمر يعني عملة كثير لإعداد هذا المؤتمر، والحمد لله وفقنا هذا المؤتمر الرابع الآن في مجال تقنية النانو، والحمد لله يعني وفقنا في الحصول على أفضل المتحدثين على مستوى العالم يشاركوا معنا في هذا اللقاء. عندنا 2 من نوبل لوريت فازين بجائزة نوبل، وعندنا 2 فازين بجائزة الملك فيصل، والحمد لله كذلك يعني الأعداد الكبيرة جدا اللي هي طالبة تدخل تشارك في هذا اللقاء، يعني ما فوق أكثر من 1000 مشارك ومشارك إن شاء الله يشاركون في هذا اللقاء من جميع أنحاء المملكة. يعني كيف تم استقطاب المشاركين؟ والله اللي هو عارف في تمت تواصل كبير مع جميع الجهات اللي لها علاقة، الجامعات والشركات والمؤسسات الأخرى، إضافة إلى موقع المؤتمر، وهذا كله يعني أدى إلى عملية المعرفة عن المؤتمر، وبالفعل الإعداد الذي وعد ونوعية المتحدثين هذه كلها ساهمت في المشاركة، الأعداد الكبيرة وتشاركنا إن شاء الله في الحضور بإذن الله تعالى. جميل جدا. يعني كيف يتم يعني من أراد البحث عن توصيات هذا المؤتمر ومن أراد يعني أخذ المعلومات، كيف يعني يتم تجهيز ذلك؟ والله إن شاء الله إحنا بعد نهاية اللقاء في هذا سيتم عمل توصيات معينة، يعني لسه الآن مجال تقنية النانو تدخل في الكثير من التطبيقات الحيوية في هذا، يعني في مجال البترول، في مجال الكهربائيات، في مجال الصناعة، في مجال الإلكترونيات والعديد من التطبيقات. فإن شاء الله يعني في نهاية اللقاء سيكون هناك عدد معين من التوصيات في هذا، وإن شاء الله يعمل على الأخذ بها كل على ما هو مناسب له. هناك العديد من السعوديين والسعوديات الحائزين على براءات اختراع فيما يخص هذه التقنية، هل تم استضافتهم في المؤتمر؟ أنا أحب أن أشير إحنا جامعة الملك فهد البترول معانا لدينا مركز تميز في هذا المجال، يعني مجرد في العام الحالي العام 2016 لدينا الآن 7 براءات اختراعات وجميعها سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك العدد كثير أصور في بقية الجامعات وبنية الملك عبد العزيز علوم والتقنية، فما في شك هذه كلها إن شاء الله تساهم في تطوير تقنيات معينة إن شاء الله تجد طريقها إلى السوق العالمي إن شاء الله. نعم، يعني سمعنا عن الدكتورة نوال المالكي، سمعنا أيضا عن طبيبة أخرى سعودية حازوا على براءة اختراع في ما يخص علاج السرطان، أجرنا الله وإياكم. يعني مثل هؤلاء السعوديين يعني من حقهم أن يكونوا يعني شمعة مضيئة في مثل هذه المؤتمرات، هل تم دعوتهم؟ هل تم يعني الاتصال بهم؟ والله تم جميع ذوي العلاقة بالمجال تقنية النانو تم دعوتهم لهذا اللقاء، وتواصل كبير جدا لدرجة أنه الأعداد المسجلين بلكن يفوق القدرة الاستيعابية، يعني بالذات بالنسبة للسيدات، تذكرت السيدات يعني أعداد كبيرة جدا طلبة التحاق بلكن ما يفوق من 500 سيدة، وبعضهم بعض الطالبات يعني في عدد من الجامعات في هذا، لكن إن شاء الله ما في شك تفاعلهم ومشاركتهم في هذا حيكون لي دور كبير يعني في عملية استخدام هذه التقنية، وإن شاء الله تطلع منها أفكار جديدة وممكن تجد طريقها إلى السوق العالمي بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لك دكتور سهل. الله يسلمك وخليك. شكرا لكم. شكرا لكم، مع السلامة. الله. إذا كان معنا الدكتور سهل عبد الجواد رئيس اللجنة التنظيمية، نلقاكم في لقاء آخر. We'll be right back.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، أصحاب المعالي أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نلتقي اليوم في هذا الصرح العلمي الشامخ في حفل افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنية المتناهية الصغر الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حفلنا الكريم. يلعب التطور المستمر في مجال التقنية المتناهية الصغر دوراً أساسياً في المجالات والحقول العلمية الشاملة التي منها الفيزياء والكيمياء والعلوم والإحياء والطب والهندسة والطاقة وتحلية المياه والنقل وعلوم الحاسب، كما تشمل هذه التقنية كل ما يدخل في صناعات السيارات والطائرات والتقنيات المتقدمة في الطب والطاقة الشمسية وتعزيز الأغشية المساعدة في تحلية مياه الشرب. ولا شك أن هذا المؤتمر يأتي لاتباع نهج شامل متعدد التخصصات للحصول على نتائج خلاقة ذات طابع ابتكاري للنهوض بالتقنية من أجل عمل المخترعات وإيجاد الحلول للتحديات الحالية التي ستغير مستقبل العالم من خلال تحويل دراسات اليوم إلى واقع تنموي يعود بالنفع الكبير على البلاد والعباد في الغد. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حفلنا الكريم. في هذه اللحظات يتفضل مدير المركز الوطني للتقنيات المتناهية الصغر بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبد الله بن إبراهيم الخضيري لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امتدادا لدور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في منظومة البحث العلمي، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تنظم مدينة الملك عبد العزيز بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر النانو، حيث يعد هذا المحفل العلمي تجمعاً دولياً متميزاً للعلماء والخبراء لمناقشة الأفكار العلمية وتطبيقاتها في مجال تقنية النانو. يعرض هذا المؤتمر آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة من الأسس والنظريات العلمية والعملية، بجانب تركيزه على التطورات والإنجازات في المواضيع العلمية المستجدة. ويستضيف هذا المؤتمر نخبة من العلماء المتميزين كالبروفيسور السير فريزر ستودرت الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء هذا العام، وكذلك البروفيسور سوجي ناكامورا الحائز على جائزة نوبل للفيزياء لعام 2014، وكذلك البروفيسور عمر ياقي والبروفيسور ميشيل غريتسل والحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 2015. كذلك يسرنا الترحيب بأبنائنا الطلاب من مختلف مناطق المملكة، سائلين الله لهم التوفيق والفائدة. أيها الإخوة والأخوات، يناقش المؤتمر عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها تصنيع المواد النانوية والإلكترونيات والضوئيات النانوية والخلايا الشمسية، بالإضافة إلى التطبيقات الطبية والبيئية لتقنية النانو، سائلاً الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، تعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المحتضنة لهذا المؤتمر إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة بالمملكة العربية السعودية والمتميزة ببحوثها المتقدمة وبكفاءة خريجيها في المنافسة عالمياً وبريادتها في مجالات الطاقة، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في ميادين الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال وإنتاج معارف جديدة تحدث أثراً علمياً وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني. تشهد الجامعة منذ إنشائها في 5 جمادى الأول عام 1383 للهجرة تطوراً كبيراً في أعداد الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وانعكس هذا التطور على جميع منشآت الجامعة ومرافقها. يبلغ مجموع الخريجين في هذه الجامعة إلى الآن أكثر من 30,000 خريج من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يشغلون مواقع مهمة وقيادية في المجتمع ويشاركون بجدارة في مسيرة التنمية الوطنية. تخرج من هذه الجامعة العديد من وزراء الدولة وعدد من مديري الشركات العظمى بالمملكة، منهم من يعمل حالياً وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بالإضافة إلى رئيس شركة أرامكو السعودية حالياً وجميع نوابه من خريجي هذه الجامعة. أيها الحفل الكريم، نستمع الآن إلى كلمة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يلقيها سعادة الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد وكيل الجامعة للأبحاث التطبيقية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن دكتور خالد بن صالح السلطان، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ملك الحزم وراعي مسيرة العلم والتطور في بلدنا الكريم،
وبتنظيم مشترك من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المواد المتناهية الصغر التي أصبحت ركناً من أركان تكنولوجيا القرن 21 ومعياراً يقاس به تقدم الأمم، نظراً لما تبديه هذه التقنية من تطبيقات واعدة شملت المجالات الطبية، العسكرية، الاتصالات والإلكترونيات، الحاسوبية، البتروكيميائية، الزراعية وغيرها من المجالات. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، هناك متسع كبير في القاع. There is plenty of room at the bottom. كانت هذه الصيحة التي أطلقها عالم الفيزياء الأمريكي ريتشارد فينيمان، وذلك في محاضرة نظمتها الجمعية الأمريكية للفيزياء في عام 1959، وتوقع خلالها حدوث طفرات تكنولوجية قادمة تقود هذه المواد المتناهية الصغر أو ما يسمى تقنية النانو. واليوم أصبح العالم ومن خلال هذه التقنية يقف على أعتاب ثورة تكنولوجية علمية هائلة لا تقل عن الثورة الصناعية التي نقلته إلى عصر الآلات وعصر الصناعات، أو الثورة التكنولوجية التي نقلته إلى عصر الفضاء، وذلك أننا بهذه التقنية نستطيع رصف ذرات جزيئات المادة بجانب بعضها البعض على نحو يفوق الخيال، ليتم بعد ذلك استخدامها في العديد من التطبيقات التي تخدم الإنسانية. وبهذه المناسبة نبارك البروفيسور فريزر ستودرت الذي سيلقي محاضرته بالمؤتمر هذا الصباح فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، وذلك الأبحاث المتعلقة بتصميم وتصنيع الآلات الجزيئية ذات الأبعاد النانونية. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، تتعدد استخدامات تقنية النانو في كثير من المجالات. في مجال الطاقة تستخدم في تخزين الطاقة وتحويلها وزيادة فعالية تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وتقليل الملوثات الصادرة من محركات الاحتراق من خلال عملها، أيضا في تنقية وتنظيف العوادم من خلال مواد نانونية خاصة لذلك، ومنها مواد الموس والتي يعد البروفيسور عمر ياقي والأستاذ الكرسي في جامعة الملك فهد البترول والمعادن وإحدى المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر من رواد هذا المسار البحثي الرائد. وفي مجال الصناعات البترولية تتم الاستفادة من تقنية النانو في عمليات التنقيب والتكرير، ويعكف العديد من الباحثين في جامعتنا هذه وغيرها من الجامعات على صناعة روبوتات أو مجسات نانونية ليتم إرسالها داخل المكامن والصخور لتقوم بجمع المعلومات عن كمية النفط ونوعه لتحسين إنتاج النفط الخام. وفي مجال البيئة تفيد تقنية النانو في إزالة الكيماويات السامة من المياه وتنقية المياه من البكتيريا والفلزات الثقيلة تؤثر سلباً على صحة الإنسان. وفي مجال الهواء يتم تطوير كواشف ذات حساسية عالية تستطيع اكتشاف أي تلوث في الهواء حتى لو كان بتراكيز ضئيلة جداً باستخدام هذه التقنية. إن كل ما سبق ليس إلا غيض من فيض لبدايات واقع مشرق لما يمكن أن تقدمه تقنية مواد التناهية الصغر، ومن هنا تتضح أهمية انعقاد مؤتمرات علمية عالمية تجمع متخصصي هذه التقنية لمناقشة وعرض أبحاثهم المختلفة. وإيماناً من قيادة المملكة العربية السعودية بهذه الرؤية جاءت التوجيهات بضرورة الاهتمام بهذه التقنية وضرورة مشاركة المملكة بتنظيم مؤتمرات دولية عنها، وتوالت هذه المؤتمرات حتى وصلنا اليوم إلى المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية النانو. إن استمرارية المؤتمرات السعودية لهذه التقنية هي خير دليل على نجاح المؤتمرات السابقة، وأن حضوركم اليوم بهذا الزخم وعلى هذا المستوى الرفيع من المحاضرين والمشاركين هو دليل آخر على أهمية هذه التكنولوجيا في مجتمعنا العلمي بالمملكة العربية السعودية. إن أملنا كبير في هذا المؤتمر الذي بلغ عدد من سجلوا للمشاركة به ما يزيد على 1000 باحث وباحثة لتوفير مناخ علمي وتقني مميز عن طريق هذه التقنية. ولا يفوتني في هذه الكلمة الإشارة إن المملكة العربية السعودية وبقيادتها الحكيمة قد أدركت أهمية هذه التقنية منذ وقت مبكر، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله قد تبرع في عام 2006 بمبلغ 36 مليون ريال من ماله الخاص خصصت في حينها لإنشاء 3 مراكز بحثية متخصصة بتقنية النانو. تلا ذلك تقديم الدعم غير المحدود
من قيادات الدولة توفير كل ما يحتاجه علمائها وباحثيها المتخصصين بهذه التقنية، وإنشاء شراكات عالمية مع أرقى المؤسسات البحثية حول العالم. وأصبح باحثو المملكة وعلمائها يسابقون الزمن مع نظرائهم حول العالم في استكشاف المزيد من أسرار هذه التقنية والبحث عن الفرص الممكنة لاستخدامها بما يخدم اقتصاد المملكة وتطلعاتها المستقبلية، إضافة إلى المساهمة في خدمة الإنسانية ونشر العلم والمعرفة في أرجاء المعمورة. أيها الحفل الكريم، لا يفوتنا أن نشيد بالدور الكبير والذي تقدمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ممثلة برئيسها سمو الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود. هذه المدينة التي أخذت على عاتقها نقل وتوطين التقنيات المختلفة واستخدامها لتلبية الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية في المجالات الصناعية والصحية والزراعية والبيئية وغيرها، وأن تبنيها هذه المؤتمرات وجمعنا بهذه القامات العلمية مثل البروفيسور شوجينا كومارا الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 2014، والبروفيسور فريزر الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 2016، إضافة إلى البروفيسور عمر ياقي والبروفيسور مايكل جراتسل الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم في عام 2015، وغيرهم العديد من العلماء البارزين، هو خير دليل على ذلك. كما أود أن أشيد بدور جامعة الملك فهد البترول والمعادن في دعم هذه التقنية، فقد تشرفت الجامعة بتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بهبة أدت إلى إنشاء مركز التميز البحثي لتقنية النانو في عام 2007. ومنذ ذلك التاريخ بذلت الجامعة ما بوسعها لتهيئة الظروف المناسبة للعلماء والباحثين والمتخصصين في هذه التقنية، فتم إنشاء المعامل النوعية ورفضها بما تحتاجه من الأجهزة الحديثة والمتطورة، ولقد أينعت ثمار هذه الجهود وأصبحت الجامعة تنافس غيرها من الجامعات العالمية بهذه التقنية. فعلى صعيد الإنتاج المعرفي في عام 2015 فقط وحده نشر مركز التميز البحثي لتقنية النانو بالجامعة ما يقارب 100 ورقة علمية محكمة عالميا حول إنتاج واستخدام المواد المتناهية الصغر في أرقى المجلات العالمية. كما تم صدور 7 براءات اختراع في ذات العام من مكتب براءات الاختراعات الأمريكية، وتركزت هذه الأبحاث والاختراعات في مجملها على الاستفادة من هذه التقنية في مجالين رئيسين هم صناعة البترول والبتروكيماويات. وإيمانا من الجامعة بضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية، فقد طورت الجامعة شراكات مع العديد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في هذا المجال، على سبيل المثال معهد MIT وجامعة إينوي في الولايات المتحدة وجامعة هوكايدو في اليابان، إضافة إلى العديد من الشراكات الصناعية الوطنية مع رامكو السعودية وسابق وغيرهما. وعلى صعيد زيادة الوعي المجتمعي نحو هذه التقنية، عملت الجامعة على تصميم برنامج خاص ونوعي يستهدف طلبة المدارس والجامعات والباحثين من التخصصات الأخرى من خلال برامج التواصل المجتمعي وبما يناسب الفئات العمرية المختلفة. وبهذه المناسبة أعبر عن خالص الشكر والامتنان لمعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان على دعمه تجربة الجامعة المتميزة في مجال تقنية النانو، وعلى متابعته الدائمة وتوجيهاته السديدة التي تساعد في إنجاح هذا المؤتمر. أيها الحفل الكريم، بسم الله نبدأ مؤتمرنا هذا الذي يناقش 4 محاور رئيسية: تصنيع المواد النانونية والإلكترونيات والضوئيات النانونية والخلايا الشمسية وتطبيقات الطاقة، إضافة إلى التطبيقات الحيوية والبيئية. هذا يصاحب المؤتمر ورشة عمل حول دور المواد النانونية في صناعة المحفزات المستخدمة في الصناعات البترولية. وأخيراً كلمة شكر وعرفان لجميع زملائي في اللجنة العلمية واللجنة المنظمة وجميع اللجان المنبثقة عنها، ولكل مساهمة في الإعداد والتنسيق لإنجاح هذه التظاهرة العلمية، ولكل من شارك في فعاليات هذا المؤتمر، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، حضورنا الكريم، يعود تاريخ إنشاء مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى عام 1397 للهجرة، وتعمل على دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات الاستراتيجية الوطنية
كما تقوم بدور الإسناد التقني للقطاع الحكومي عامة والقطاع الخاص، وذلك من خلال الإمكانيات العلمية والتقنية التي تمتلكها والمدعومة بكادر من الباحثين الوطنيين. الكلمة الآن لصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في حفل افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات متناهية الصغر الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وذلك لاستعراض أحدث التطورات العلمية في مختلف المجالات المتعلقة بتقنيات النانو وتطبيقاتها. أيها الحفل الكريم، تولي حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي والتطوير التقني في مختلف المجالات لدورهما المهم في التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة دعماً للاقتصاد الوطني من خلال نقل وتوطين التقنيات المتقدمة للمملكة وتطويرها. وتجسيداً لهذا الاهتمام، عملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على نقل وتوطين أحدث التقنيات وبناء القدرات الوطنية لدفع عجلة البحث العلمي والتطوير التقني بالمملكة، وتوثيق التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية مثل جامعة الملك عبد فهد للبترول والمعادن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في العديد من المجالات العلمية ومنها تلك المتعلقة بتقنية النانو. الأخوات والأخوة الحضور، تحرص المدينة على تهيئة البيئة البحثية المناسبة والداعمة لمبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، حيث قدمت المدينة مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والتي تهدف في مجملها إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني في المملكة في القطاعات الرئيسية ومن ضمنها المتعلقة بتقنية النانو. كما عملت المدينة على إنشاء مراكز تميز مشتركة مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية والشركات الكبرى بهدف نقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية الملائمة للمملكة، حيث بلغ عددها 15 مركزاً، 6 منها في مجالات تقنية المواد والنانو، وهي مركز تميز أنظمة النانو المتكاملة مع جامعة نورث ويستن، مركز تميز تقنية النانو الخضراء مع جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، ومركز تميز المواد النانوية لتطبيقات الطاقة النظيفة مع جامعة كاليفورنيا بيركلي، ومركز تميز المواد المتقدمة والتصنيع مع جامعة كامبريدج، ومركز التميز للبتروكيماويات مع جامعة أكسفورد، بالإضافة إلى التعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا في مجال تقنيات الإضاءة
الإيديز مع البروفيسور ناكامورا الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 2014 الذي نرحب بمشاركته معنا. ونتج عن هذه الشراكات تدريب وتأهيل عدد كبير من الباحثين والباحثات السعوديين في مجال تقنية المواد والنانو. وبهذه المناسبة أود الإشارة إلى حصول رئيس الفريق البحثي المشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة نورث ويستن الأمريكية البروفيسور سير جيمس فريزر ستودارد على جائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام. وأنتهز هذه الفرصة لتهنئته بفوزه بهذه الجائزة. ونرحب بمشاركة البروفيسور عمر ياغي والبروفيسور مايكل غراتسل الفائزان بجائزة الملك فيصل العالمية في مجال العلوم، كما نرحب بمشاركة العلماء والمختصين من داخل المملكة وخارجها في هذا المؤتمر. ختاماً أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد ولي العهد يحفظهم الله جميعاً على ما يلقاه قطاع البحث والتطوير في المملكة من دعم ورعاية، ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على مشاركتها في تنظيم هذا المؤتمر. ولكم أيها الحضور الكريم والزملاء المحاضرين والمشاركين والقائمين على التنظيم، سائل المولى عز وجل التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، استمراراً للشراكة وبث روح الاستدامة، نشهد الآن توقيع اتفاقية إنشاء وتمويل مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. يوقعها رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، ومعالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان. معنا الآن صاحب السمو الأمير تركي آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. سمو الأمير أهلا وسهلا بك عبر قناة الدمام الفضائية. يا أهلا بكم. أهلا وسهلا. يا أهلا سمو الأمير، هذا المؤتمر والذي يعد مؤتمر من أهم المؤتمرات في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي، لو تحدثنا عن هذا المؤتمر وعن التوصيات إن شاء الله التي ستخرج منه. هذا المؤتمر الرابع في مجال تقنية النانو، وهو طبعا برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين. تعقد هذه المؤتمرات كل سنتين مرة على مستوى المملكة، يدعى لها المختصين العالميين للاطلاع على ما استجد في هذا الموضوع، وأيضا مشاركة الباحثين في المملكة مع الباحثين العالميين
والتعاون إن شاء الله تفتح باب تعاون، كل مؤتمر يفتح مجال من المجالات الواعدة للتعاون، وأيضا يحفز الشباب السعودي للاهتمام بهذه المجالات اللي لها انعكاسات كبيرة جدا على تنمية الاقتصاد في المملكة. وقعتم عقد شراكة، يعني ما هي الآمال والطموحات إن شاء الله بعد هذا العقد؟ الحقيقة الشراكة مع الجامعة مستمرة ومن فترة وسوف تتوسع إن شاء الله، وهذه إحدى المجالات، مركز المختص بكفاءة الطاقة. لا شك أنه جامعة الملك فهد البترول والمعادن بقيادة أخي وزميلي الدكتور خالد ركزت على مجالات الطاقة ومجالات المواد التي تتميز فيها المنطقة واللي في الواقع تتميز فيها المملكة. هذا المركز هي يعني يركز على مجال من هذه المجالات ويدعم نشاط الجامعة في التوسع في مجال الطاقة وتطبيقاتها، ويعود بالفائدة على المملكة، لأنه كفاءة الطاقة مهمة جدا. هناك إهدار كبير في الطاقة، فيجب استخدام التقنية الحديثة في كثير من المجالات بما فيها المباني وغيرها لتقليل استخدام الطاقة، وهذا المركز سوف يكون له تأثير كبير إن شاء الله على رفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة. كم تبلغ طال عمرك القيمة الميزانية هذا المشروع؟ لا، الميزانية تتغير حسب الحاجة، ليس هناك يعني فرض ميزانية معينة. الدولة تدعم البحث العلمي بشكل كبير، ونطمح إن شاء الله لزيادة هذا النشاط على مستوى المملكة إن شاء الله. بالنسبة لهذا المؤتمر طال عمرك الذي يعقد طبعا في المنطقة الشرقية للمرة الأولى، ما هي النتائج التي تتوقعون أن تكون يخرج بها هذا المؤتمر؟ أهم نتائج المؤتمرات العلمية هي الاطلاع على ما استجد، وبحث التعاون في المواضيع المستقبلية، لأنه بدون التعاون مع الجهات العالمية والاطلاع على المستجدات سوف نتأخر. يجب أن نسبق الآخرين، ولا نستطيع أن نسبق الآخرين حتى نطلع على ما صار في هذا المجال. والمؤتمرات ودعوة العلماء البارزين في هذا المجال، عندنا الآن في هذا المؤتمر 2 حاصلين على جائزة نوبل، و2 على جائزة الملك فيصل، وأيضا علماء آخرين لهم باع طويل في هذا المجال. هذا يفتح مجال كبير وواعد للباحثين السعوديين والطلبة السعوديين للانخراط في مجالات متقدمة لها علاقة بتقنية النانو. فهذه أحد الوسائل اللي إن شاء الله تساهم في رفع كفاءة البحث العلمي في المملكة والارتقاء بالبحث العلمي في المملكة، وإن شاء الله أنه هذا ينعكس على التطور الاقتصادي ورؤية 2030 للمملكة، بحيث أنها ما تعتمد على البترول في المستقبل ولكن على الكفاءات الوطنية. أبرز الشراكات التي أبرمتموها من أجل تقنية النانو، ما هي أبرز الشراكات الدولية التي أبرمتموها؟ ذكرت في الكلمة هناك 6 مراكز على الأقل في مجال تقنية المواد والنانو، مع مراكز عالمية، جهات عالمية، وذكرت أسماءها، ومنها كل الفائزين الآن المشاركين معنا بجائزة نوبل والكيمياء لدينا مراكز مشتركة معهم. جميل، شكرا سمونا. أهلا وسهلا. شكراً. أهلا وسهلا.